يا خوت يا فوت. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ لا يهمني لا الصوت يا عم، كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عينيا. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ ايوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمة هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا، احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميدالية. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكوا فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا، هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش لوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزني فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسحي كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثة نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش مواعيد ليه؟
عارف شو ما واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت؟ انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا الوسايط عينه الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا ما اعرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على أمن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي أنت تنفس صناعي يا إبراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي وان تو ثري فور فايف سكس سيف ايت ناين جو لاست وان. اوكي اوكي أنا شايف تحسن، بس إحنا ماشيين ببطء شوية، كان ممكن نعمل شغل أحسن من كده. بص، أنت أهم حاجة تاكل بغباء وتشيل حديدة تقيلة، وتفرج على نفسك بقى. قول لي، أنت بتاكل لحمة قد إيه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. كيلو؟ وده بقى مستورد ولا بلدي؟ أنا عارف، هو اللي بيتحط قدام البزيحة. لا، طالما كده بقى ألف هنا والشفا، ومطرح ما يسر يمر أبو كبات، يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي يا كوتش. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتوا لي في الجيم هنا لمده اسبوعين وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهام في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا أنا، أنا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وأنت تاكل لحمة غالية و90 جنيه ليه؟ ما في لحمة صومالي ولحمة أثيوبي وفي لحمة كمان مجمدة ورخيصة جدا وكويسة. إن شاء الله تكون لحمة حمير، هو أنا اعترضت أروق بيه؟ اسمع تهامي، أنت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي أمورك على كده. بعدين أنا هحل لك مشكلة اللحمة إزاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي.